أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية التي نناقش فيها أزمة الأوراق الثبوتية التي يعاني منها النازحون في العراق، وأيضا نناقش تأكيد 7 منظمات دولية معنية بشؤون الإغاثة وجود 1 مليون عراقي متضرر من موضوع النزوح يفتقرون إلى الوثائق المدنية المهمة، وهو ما يعيق وصولهم إلى الخدمات العامة ويزيد من مخاطر تعرضهم للفقر والإقصاء والتهميش. سيكون معنا من ستوكهولم الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أستاذ ضياء، مرحبا بكم. أهلا ومرحبا. وحل ضيفا في الاستوديو مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ مجاهد، مرحبا بكم. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، وقبل البدء بمناقشة محاور هذه التغطية نتابع وإياكم هذا التقرير. 1 مليون عراقي وأكثر بحكم عديمي الجنسية مجردون من حق الانتساب إلى وطنهم وبلد آبائهم وأجدادهم، وكل ذنبهم أنهم وقعوا ضحية حرب دمرت مدنهم ويتمت أطفالهم. 7 منظمات دولية معنية بشؤون الإغاثة تصدر تقريرا صادما عن معاناة النازحين العراقيين وتعنونه بالعيش في الهامش. من بين هذه المنظمات المجلس الدنماركي للاجئين والمجلس النرويجي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية ومركز العدالة. الحواجز الإدارية والتقسيم الطائفي والتهميش أسباب تحول دون حصول هؤلاء النازحين على الوثائق المدنية الهامة للصحة والرعاية والتعليم، وتزيد من خطر تعرضهم للفقر والإقصاء، حيث لا يزال نقص الوثائق المدنية يقف في طريق النساء والأسر التي تعولها سيدات لتحقيق حقوقها الأساسية مثل حرية التنقل والتوظيف والتعليم. تؤكد هذه المنظمات الدولية أن الوثائق التي يفتقر إليها النازحون العراقيون بسيطة، مثل تلك التي تثبت الإقامة والزواج والولادات والوفيات وبطاقة الهوية الموحدة الضرورية للحصول على الحصص التموينية الشهرية. وتصف المنظمات العوائق التي تحول دون حصول النازحين على الوثائق بالشبكة المعقدة التي تجمع بين البيروقراطية وسوء الإدارة والعوائق الأمنية وطائفية الميليشيات. ولعل مربط الفرس في طائفية الميليشيات، حيث يذكر المجلس النرويجي للاجئين بعدا خطيرا لحرمان النازحين من الوثائق يتمثل في السيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم وتجريدهم من حق المواطنة. وتندرج تلك الإجراءات ضمن مشروع طائفي يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في مناطق النازحين. أكبر عملية انتزاع للهوية يشهدها العراق في عصره الحديث أمام أنظار العالم وبشهادته، دون أن يجد هؤلاء النازحون من يقف في وجه تغريبهم عن حق الحياة في بلادهم. إذن لمن فاتته المقدمة، نناقش في هذه التغطية أزمة الأوراق الثبوتية التي يعاني منها النازحون في العراق. أبدأ معكم أستاذ مجاهد، التعامل الحكومي في عدم منح الأوراق الثبوتية بالنسبة للنازحين، هل هو من منطلق سياسي في هذا التعامل مع شيء من الابتزاز؟ أليس من المفترض أن يكون هذا التعامل إنسانيا قبل كل شيء؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم. طبعا لا نستطيع أن نقول أن الحكومة هي جهة واحدة، هناك أحزاب متعددة تشكل هذه الحكومة، وبالتالي هناك أطراف سياسية منها ما يتعامل مع النازحين بعقيدة الانتقام، منهم يتعامل مع النازحين برحمة وإنسانية، منهم من يقوم بخدمتهم، منهم من يبتزهم، منهم من يجبرهم على العودة كما حصل في الفترة الأخيرة، منهم من يمنعهم من العودة في مناطق أخرى، منهم من يتاجر بقضيتهم، منهم من يستغل أزماتهم ويسرق مخصصاتهم، منهم من يقدم لهم فعلا الخدمات وجميع ما يطلبونه أو التقليل من معاناتهم. لكن في النهاية هذه الحكومة ليست حكومة طرف وحيد، غياب المسؤولية، غياب المحاسبة، تسأل من، تحاسب من، البرلمان غير فاعل، الحكومة متعددة الأطراف، وبالتالي هناك نوع من المزاجية
نوع من يعني كل حسب ضميره وسياقه السياسي يتعامل مع هؤلاء. لذلك الجانب الإنساني موجود وهو يجب أن يكون التعامل الإنساني، لكن في الحقيقة النازحين تعرضوا لظلم مركب، يعني هذا الظلم المركب من إهمالهم والفشل الأمني الذي سبب اجتياح داعش، ثم طريقة التحرير لهذه المدن كانت بطريقة التحرير بالتدمير، وبالتالي رفعت معاناة السكان وخسروا كل شيء، وبالتالي أصبحوا نازحين. وعندما أصبحوا نازحين هناك تضييق على هذه المخيمات وعدم منحهم الكثير من المخصصات، لا خدمات، لا رعاية صحية، لا مستشفيات، لا توفير الأمن لهم. هناك من يتعرض لابتزاز حتى الأوراق الثبوتية، يعني الأوراق الثبوتية هذه غيابها يعني يخشى الكثير من زيارة أو مراجعة الكثير من الدوائر، لأنه يشعر بالقلق والخوف من سؤاله من أين أنت، أو يتعرض للاعتقال كما حصل مع بعض نازحي جرف الصخر. لذلك هو يجب أن يكون التعامل الإنساني ووفق وسياق الدولة والقانون والدستور، لكن للأسف الجهات السياسية تتحكم في هذه الملفات ويعني تعرض هؤلاء النازحين لنوع من الظلم المركب بكل تفاصيله، لدرجة أن هذه المعاناة يتحدث عنها العالم ولا أحد يحاسبهم، لا داخليا ولا خارجيا. طيب أرحب بكم أستاذ ضياء الشمري. أستاذ مجاهد يقول بأنه يجب أن يكون التعامل مع النازحين تعاملا إنسانيا، وأن يبتعد عن موضوع الابتزاز السياسي كما ذكره قبل قليل. ولكن من الناحية القانونية أستاذ ضياء، ماذا يعني حرمان النازحين من استخراج وثائقهم الثبوتية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حقيقة أوراق الثبوتية من الأوراق المهمة التي يملكها أي شخص، لأنه في حالة الدراسة والتعليم والمسائل أخرى تتعلق بالثبوتية. هذا الموضوع هو موضوع شائك بالنسبة للناس الذين لا يملكون الثبوتية. الثبوتية ورقة مهمة من ناحية قانونية، يعني أي مراجعة إلى أي دوائر رسمية أو جامعات أو العمل أو التقاعد أو الإيراث أو الزواج أو الطلاق، هذه أوراق الثبوتية من المسائل المهمة جدا وحق كل إنسان أن يملكها. ولكن الحكومة الطائفية الموجودة بالعراق التي تتحكم بها الميليشيات، وهذه هو السبب الموجود ومعاناتهم العراقيين الموجودين في المخيمات والنازحين، هذا هو السبب الأول. السبب هو طائفي ومرجعيتهم من أي منطقة كانوا، لأنه الأخ المتحدث تكلم على جرف الصخر. نعم، في جرف الصخر، وإحنا نعلم من يسكن في جرف الصخر، إذا من طائفة معينة من الشعب العراقي، شريحة معينة من الشعب العراقي، وتدمير هذه الشريحة هي عملية متقصدة جدا، وهي العملية أنه حتى هؤلاء الناس لا يملكون الحرية في السفر، في التنقل، في أي شيء في الحياة، لأنه عدم الثبوتية هو أنت إنسان مجهول، ومن حقهم أن يعتقلوك في أي وقت، لأنه القضية القانونية الموجودة هي تثبت أنك أنت عراقي وأنت تحمل هذا الاسم وتحمل هذه اللقب وتحمل هذه المهنة، لا توجد عندك. يعني الموجودين النازحين هم أيضا متعلمين من عندهم، ومن عندهم المثقفين، ويريدون أن يتعلمون، ويريدون أطفالهم أن يدخلوا إلى المدارس، وهذه المشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهؤلاء الموجودين في المخيمات. إذن على الحكومة العراقية، إذا توجد هنالك حكومة عراقية وعليها علامة استفهام، والمنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية، أن تدعم هؤلاء وتلح على المجتمع الدولي أنه وجود حل لهذه المجموعة البشرية الكبيرة من الشعب العراقي، لأنه ليست هي مجموعة بعدد عشرات أو مئات، وإنما بالملايين من العراقيين لا يحملون هذه الإمكانية، وهي إمكانية من حق القانوني أن يملك الوثائق الثبوتية.
وهذه أوراق التبوتية لا توجد عند هذه الأشخاص. طيب أستاذ مجاهد، قبل 2003 لم تكن هناك وزارة يعني اسمها وزارة الهجرة والمهجرين، وهذه جاءت بعد 2003. الحكومة اعتبرت إنشاء هذه الوزارة هو دليل على اهتمامها بالملف الإنساني. على أرض الواقع يعني هل أسمت هذه الوزارة بتراجع أوضاع النازحين أستاذ مجاهد؟ طبعا يعني الوزارة عندما تشكل لوجود حاجة لها، يعني لا. ليس هناك مثلا هناك بلدان ليس فيها نفط، ليس هناك وزارة للنفط، وبالتالي وكذلك مثلا السعودية هناك وزارة اسمها الحج والعمرة لظرف البلد. بالضبط. هنا الظرف في العراق وزارة الهجرة والمهجرين التي من المفترض أن تقوم برعاية النازحين والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم. المثير للسخرية هنا أن الميليشيات التي هجرت السكان وبسبب المحاصصة أصبحت وزارة الهجرة والمهجرين في آخر حكومة هي من حصة إحدى الميليشيات، يعني الميليشيات التي تتهم بأنها تمنع عودة النازحين وتهجرهم وتحاول أو حررت مناطقهم بنهج التحرير بالتدمير هي التي تقوم برعايتهم وإعادتهم إلى مناطقهم. يعني هذا السياق سياق غير موجود في العالم كلهم، لأن الوزارات في العراق وفق سياق المحاصصة هي ليست منصب للخدمة العامة، وإنما يعني مكان أو يعني مورد استثمار سياسي لهذا الطرف أو ذاك، وبالتالي المخصصات التي تخصص لوزارة الهجرة والمهجرين الكثير منها يذهب لجيوب الفاسدين. نعم. ويذهب ل يعني سوء الإدارة وسوء الخدمات التي توفر للنازحين. لذلك نرى الآن الأزمة، لو تحصي جميع الأموال التي خصصت للنازحين والدعم الدولي والإقليمي لإعادتهم وإعادة إعمار مناطقهم لفاق الكثير من أعدادهم، ولو قسمنا هذه الأموال عليهم لربما عاش كل نازح بمترف. نعم. في العراق. لكن هناك فساد كبير في هذه المؤسسات، هناك فساد في طريقة توزيع وجودة المواد التي تقدم. نعم. لذلك الوزارة هنا ليست لخدمة النازحين وإنما مكسب سياسي لهذا الطرف. إذا أردنا أن نلقي باللائمة، نلقي باللائمة على وزارة الهجرة والمهجرين أم على السلطة الحكومية بالكامل أستاذ مجاهد؟ يعني الجميع مسؤول. هناك يعني عندما يعني نبحث عن أسس المشاكل في العراق وجزء منها مشكلة النازحين والتعامل معهم، هناك نوع من التواطؤ الجماعي، نوع من المسؤولية الجماعية التي تقع على كاهل جميع الجهات، بما فيها القوى السنية التي من المفترض أن تحرص على الحصول على هذه الوزارة لخدمة أهلها كما تدعي هذه القوى التي دائما ما تروج قبل كل انتخابات بأنها ستعمل على إعادة النازحين منذ 8 سنوات. لذلك هناك يعني نوع من المسؤولية التي تقع على الجميع، سواء الجهات الحكومية والجهات الحزبية وخاصة الجهات السنية، لأن السياق المحاصصة والسياق الطائفي في البلد أجبر الجميع على التعامل مع أزماته ليس بالسياق العراقي وإنما بالسياق الطائفي. طيب. يعني الوزارات والمكاسب التي من المفترض أن تكون للمكون السني على سبيل المثال ومعها أزماته هي مسؤولية القوى السنية. لذلك هذه المسؤولية تقع على القوى السنية بالدرجة الأساس، وهي مقصرة، وهي ادعت كثيرا بأنها ستساهم بإعادة النازحين وتقوم على خدمتهم، لكن نجد أن الكثير منهم يماطل أو لا يستطيع فتح الملف لأن الجهة التي تقف وراءها هي ميليشيات، والميليشيات كما تعلم هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهي قوى فوق القانون وفوق الدستور. نعم. وفوق الدولة. طيب أستاذ ضياء، إذا كنا نتحدث بالمواد الدستورية الذي وضعه بول بريمر وحتى المواد الدستورية في العالم، أليس يعني استخراج الأوراق الثبوتية أليس حقا دستوريا في كل دول العالم؟ لماذا يحصل في العراق هكذا؟ حقيقة هو هذا حق شرعي، أنه لكل مواطن أنه يحمل الأوراق الثبوتية، وفي كل العالم هو هذا المتعارف عليه
انه اوراق الثبوتيه، اوراق الثبوتيه قلت لك انه مهمه جدا للشخص. يعني بالوقت الحاضر الدستور العراقي هو يثبت هذا، واذا كنا نتكلم عن الوزارات الحديثه اللي ابتكرتها بريمر ومجموعه بريمر، انه حقوق الانسان والمهجرين، هذه الوزارات اللي اتت عام 2003 الى العراق حقيقه لا تكفي بالغرض، وهي هي التي تسوء الى عدم تنفيذ المشاريع الانسانيه الحقوقيه للمواطنين. هي تقف يعني حجر عثرة امامهم. يعني وزاره حقوق الانسان ووزاره يعني هذه الوزارات لا تعني شيئا في العراق، يعني فقط هي مناصب لكسب والرزق لهذه لهؤلاء الموظفين الذين يعملون في هذه الأجهزة، وهي تابعة إلى الميليشيات وإلى الأحزاب الطائفية الموجودة. طبعا أنا بالنسبة لي كل الأحزاب الموجودة وكل الحكومة الموجودة بغض النظر عن اتجاهها المذهبي هم طائفيين، بغض النظر عن كل ما يحدث بالعراق، لأنه تقسيم العراق على أساس هذه المجاميع الطائفية والمجاميع العرقية هي تقسيم المجتمع العراقي، وتقسيم المجتمع العراقي راح يحدث خلل اجتماعي في هذا المجتمع، لأنه المجتمع العراقي نعرف مجتمع متلاحم، ولا يوجد سابقا ولا يوجد الفرق بين الشيعي والسني والكردي. إذا كنا نتكلم عن مسائل اجتماعية حقيقية في المجتمع كانوا العراقيين يتزاوجون مع بعضهم، لا توجد هذه التفرقة. التفرقة بدأت في سنة 2003 وتركزت في زمن حكم نور المالكي. يعني بدأت الطائفية بأوج عظمتها بزمن النظام الفارسي الذي أتى إلى العراق، وهم أتوا من طيب. من إيران ليحكموا العراق. صافية، على ذكر إيران، في الكوارث والعمليات العسكرية تسعى الحكومات قاطبة على موضوع تسهيل استخراج الأوراق الثبوتية، ولكن هل تعمدت السلطات انتهاك سلوك عدم استخراج الأوراق الثبوتية؟ هل أن الحكومة غير قادرة أم خارج إرادتها نتيجة ضغوط من دولة مجاورة مثل إيران؟ نعم بالتأكيد، لأنه إيران يعني هسه احنا قاعد نلاحظ بالآونة الأخيرة زيارة الأربعينيات اللي دخلوا بها ملايين من الإيرانيين دخلوا إلى العراق بدون ثبوتية وبدون أوراق ثبوتية تثبت أو جواز سفر. يعني منحوا هؤلاء الزوار اللي دخلوا إلى العراق، وهذه عملية كارثية جدا، لأنه هذه العملية كيف يرجع هذا؟ يعني إيران من حقها تقول هذا مو إيران وما رجع، يعني لأنه إيران دولة يعني موجودة لها سلطة وموجودة لها أجهزة أمنية وشرطة وجيش. إحنا بالعراق لا يوجد هذا الشيء، عندنا الذي يتحكم بالعراق هم الميليشيات الذين ينتهكون حقوق الإنسان في العراق هم الميليشيات، وهذه العملية أنا أتوقع من عندها لتدمير المجتمع العراقي والتبديل الديموغرافي الموجود في العراق. لأنه بعضهم سكنوا في العراق ومنح الجنسية العراقية بدون أي شيء، إذا كانوا من الأكراد الأتراك والأكراد السوريين منح الجنسية العراقية، والإيرانيين أيضا منح الجنسية العراقية، ولكن العراقي الأصلي عن مواليده عن أب وأم وجد من العراق لا يمنح الجنسية. ماذا نفكر بهذا الموضوع؟ هل هذا الموضوع إجا عبطا؟ وإنما هذا الموضوع إجا لانتهاكات لحقوق هؤلاء الناس، لتجريد هؤلاء الناس من حياتهم الاجتماعية والطبيعية حتى يعمل في العراق وأن يعيش بالعراق وأن يتعلم بالعراق ويخدم العسكرية بالعراق ويخدم الجيش أو في الشرطة. لهذا السبب هم منح هذه المجموعة الكبيرة من المجتمع العراقي من الدخول إلى المجتمع العراقي. إذن العملية مبيتة من قبل إيران والأجهزة التي تدعم هذه القوة الموجودة في العراق. أستاذ مجاهد، مسألة استخراج الأوراق الثبوتية يستفاد منها في تقديم المساعدات الإغاثية ومن الخدمات، سنبحث هذا الموضوع، ولكن دعونا ننتقل وقبل أن نواصل طرح ما لدينا من تساؤلات ضمن هذه التغطية، نشاهد ما قاله بعض الأطفال النازحين من جرف الصخر وكيف أنهم حرموا من التعليم بسبب تدهور أوضاع المدارس
ضمن حدود هذه المخيمات، فلنتابع. والله يا حتى خيم ما عندنا، والله صار لنا ثمان سنين على هاي الخيم، عنده فلوس اشترون ما عنده، والله ايش يسوي، عنده خيمة هاي خيطه ويقعد، والله ولا مخيمات ولا كل شيء، صار لنا ثمان سنين قاعدين بهالحر وكل شيء ماكو، والله قاعدين وساكتين، والله لا دراسه ولا كل شيء، حتى جتنا هاي كورونا ولا كل شيء ما ولا تعليم ولا كل شيء ما ضل عندنا. والله احنا ضاع مستقبلنا من ورا المدارس، وسماك مدارس، ويعني صار بثلاث سنين من ورا كورونا احنا ضاع مستقبلنا، قمنا ابد ما ندرس، ويعني حتى اذا اريد ندرس ندرس يوم واحد، وحتى قالوا لنا بعد لا تجون. وهسه شوف الله، شوف هسه صار عمري 13 سنه، وهسه ما مستقبلي ضاع ثاني بحساب. أستاذ مجاهد، يعني سأتحول بسؤال إلى الأستاذ ضياء الشمري، ولكن أعود إلى سؤالكم الذي طرحته قبل هذا المقتطف الصوتي والصوري. ما الذي يمنع السلطات الحكومية من استخراج أوراق ثبوتية؟ هذا سيستفيدون منه في مسألة تقديم المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات، أو ربما الحصول على العمل، ما الذي يمنع الحكومة من ذلك؟ طبعا يعني كما قلت لك، هناك يعني جهات متعددة تتحكم في هذه الدوائر وهذه الأجهزة، وهناك نوع من الإهمال وسوء الإدارة وتراجع أولوية الملف. يعني ملف النازحين إذا صنفناه من أولويات الحكومة هو في ذيلها، حتى القوى السنية التي من المفترض أن تكون فاعلة في هذا الملف تراجعت كثيرا، وأصبحت قوى تخشى فتح هذا الملف بسبب أو الحديث عنه والتصعيد فيه إلا في فترات تشكيل الحكومة، لأن ذلك يساعدها في الحصول على مكاسب سياسية وسلطوية. لذلك هذه الجهات يعني تستخدم هذه الدوائر وتستخدم هذه المؤسسات للحصول على مال كموارد مالية وليس لخدمة السكان. لذلك الكثير منهم يعتبرهم مواطنين درجة ثانية ودرجة ثالثة. لذلك غياب تلك الأوراق الثبوتية، يعني الدولة ومؤسسات الدولة إداريا وبيروقراطيا تتعامل مع الإنسان ليس كونه إنسان، كونه رقم، لديه رقم هوية. طيب أستاذ مجاهد، يعني استمعت إلى ما تفضل به الأطفال، ما ذنب الأطفال؟ نحن لدينا شريحة كاملة، مليون طفل عراقي نازح محروم من التعليم، ماذا سينتج للمجتمع من أطفال لا يذهبون إلى المدارس أستاذ مجاهد؟ طبعا في الحقيقة، فقط للتصحيح، هناك يعني 1,200,000 نازح، 700,000 في إقليم كردستان، 30% منهم يعيشون في المخيمات، ونصف مليون آخر في مخيمات مختلفة في مدن النزوح نفسها. لذلك الأوراق الثبوتية والمعاناة التي نتحدث عنها هنا ليس لا تشمل الجميع، هناك جزء من مناطق معينة تكون تحت سيطرة جهات معينة لا ترغب، ترغب بتغيير المنطقة ديموغرافيا، ترغب ب يعني تفعيل عقيدة الانتقام من هؤلاء، كون عقيدتهم تفرض عليهم أنه هؤلاء أو أيديولوجيتهم أن هؤلاء حاضنة للإرهاب، حاضنة للمجرمين، كانوا بعثيين إلى آخره من التهم. لذلك هناك نوع من التشفي بهذه المناطق كجرف الصخر والعويسات وذراع دجلة والكثير من المناطق التي يمنع أهلها من العودة إليها. هذه المناطق حرقت بالكامل، مزارع وبيوت، ففقدت هذه الوثائق. لذلك هذه الجهات تريد الاستفادة من هذا الملف، يعني هي تعطل هذا الملف، تضغط على الجهات الأخرى، وسيلة للابتزاز، وسيلة للانتقام، وسيلة لتفعيل ملفات بمقابل ملفات أخرى، يعني أتعامل معهم بطريقة معينة مقابل مكاسب ومصالح. لذلك هذا الملف يجب أن يتم التعامل معه بإنسانية وليس بسياق انتقامي أو ابتزازي كما يحصل حاليا. يعني خروج جيل أمي أستاذ مجاهد كيف سيؤثر على المجتمع العراقي في هذا المصر؟ أكيد هذا يعني غياب عقلية رجل الدولة. يعني هؤلاء ربما هناك جهات سياسية معينة تحقق مصالحها في إهمال هؤلاء، لكن هذا في النهاية سينعكس بشكل خطير على الدولة. هؤلاء سيصبحون
يعني الجهل سائد فيهم، الجهل سيؤدي إلى الجريمة، سيؤدي ربما إلى الانتماء فعلا إلى قوى الإرهاب، سيحفزهم إلى عدم الانتماء والشعور بالانتماء لهذه الدولة. عندما الدولة ويعني أطراف متعددة حكومية في هذه الدولة تتعامل مع هؤلاء النازحين بعقيدة الانتقام بسياق إهمال ويعني عدم إعطائهم الحقوق، سيشعر هذا الإنسان أنه لا ينتمي لهذه الدولة، وبالتالي سينتج مستقبلا عنه كوارث سياسية واجتماعية ونفسية. أستاذ ضياء، موضوع أنت تعرف وعراقي عشت في العراق طويلا، أي مدرسة تتجه لها أول ما يطلب من عندك الأوراق الثبوتية، موضوع أن الأطفال النازحين لا يمتلكون أوراق ثبوتية، مواضيع التعليم أيضا، ليس فقط التعليم، مواضيع اللقاحات، مواقع الطبابة، كيف سيؤثر على مستقبل هؤلاء الأطفال؟ احنا تكلمنا بهذا الموضوع. حقيقة الموضوع هو متعلق بأوراق الثبوتية، يعني المواطنة متعلقة بورقة ثبوتية، كيف أنا أكون مواطنا في هذا البلد ولا أحمل الوثيقة الرسمية الذي أنتمي لها هذا البلد؟ حقيقة هنالك مشاكل كبيرة، هنالك مشاكل كبيرة، مشاكل التعليم، مشاكل الصحة، مشاكل الضمانات الاجتماعية، مشاكل علاقاتي مع الآخرين، مشكلة السفر، مشكلة الزواج، مشكلة الطلاق، مشكلة الإرث، هذه مشاكل كبيرة يعني تترتب على أوراق الثبوتية. إذا حتى الوفاة يا أخي تترتب، حتى المتوفي يحتاج أوراق ثبوتية. يعني كيف هذه الحكومة العراقية تغابت عن هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي بعدم إعطائهم أوراق ثبوتية؟ يعني هي متقصدة أو متعمدة أن تكون هذه الشريحة من المجتمع العراقي لا تعليم ولا تربية ولا أي شيء. يعني حتى الحقوق البسيطة التي يمتلكها المواطن من مراجعات الطبية أو من التلقيح أو من مشاكل أخرى تتعلق بأوراق الثبوتية أو مراجعة الدوائر الرسمية لأي سبب آخر، يعني مسألة الخلاف، مسألة مسائل كثيرة تتعلق بأوراق الثبوتية. يعني حتى السفر هو يحتاج بالتنقلات مالته حتى يعطي الورقة الوثيقة، والوثيقة الذي تثبت شخصيته، وذا هو حسب ما ذكر المتحدث الكريم السابق أنه بالسفر هو رقم، هذا الرقم معناتها متهم أنت من أي منطقة ومن أين جاي، يعني راح يتهموه قبل أن تتوجه له التهمة. يعني حقيقة المشكلة متعلقة بأوراق الثبوتية، أوراق الثبوتية من الأوراق المهمة الذي يمتلكها المواطن، من حق أي مواطن أن يمتلك. عدم منح الأوراق الثبوتية للنازحين، البعض قال بأنه يعني عقاب جماعي للسكان، هل تؤيد هذا الطرح؟ عقاب جماعي؟ أنا قلت هذه عملية مبرمجة من قبل إيران لانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، للتبديل الديمغرافي المتقصد المتعمد من هذه الجهات وملتزمة هذه الأمر وتنفذ هذه الأوامر، هي أولا الحكومة العراقية من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والميليشيات، هي هذه التي تحكم العراق. رئيس الوزراء من حق يتخذ قرار بهذا الشأن، أو رئيس الجمهورية من حقه أن يتخذ، بس هم فقط يتقاضون الراتب، هذا هو كل المشكلة الذي يعملون بها. أما كيفية المعاناة المواطنين الموجودين في المخيمات لا تعنيهم شيء، إذا كانوا من السنة وإذا كانوا من الشيعة، المهم هم متقاسمين حسب ما تقول إحدى السيدات العراقيات تقسم الكيك. أستاذ مجاهد، لو ناقشنا موضوع عدم استخراج أوراق ثبوتية للنازحين على المستوى السياسي، هل أسهم غياب هذه الوثائق في غياب تمثيل المحافظات المنكوبة في البرلمان، مع انتقادات العراقيين بالطبع لهذا التمثيل واتهامه بالفساد طبعا، هل تحول النازحون إلى ورقة ضغط انتخابي أستاذ مجاهد؟ أكيد، يعني قبل الانتخابات يعني شاهدنا هناك الكثير من الأحزاب تدعي أنها ترغب ورفعت شعارات انتخابية بأنها ستعيدهم إلى مناطقهم، ستعمل على إعادة إعمار مناطقهم، ستأخذ حقوقهم، ستدخل حتى المناطق التي تمنع الميليشيات عودة الأهالي. لذلك أصبح الملف في الحقيقة ملف ابتزاز سياسي
أو ضغط سياسي على هذا الطرف أو ذاك، بما فيها الأطراف التي تدعي أنها تمثل هؤلاء. لذلك نتج نوع من التمثيل الوهمي أو التمثيل الذي لم يعد يعني يدفع أو يعني يعرض هموم وهموم يعني تنعكس من المجتمع. يعني كل ممثل عن هذا أنا أي مكون أو أي جهة أو أي طرف يجب أن يطالب بحقوق هؤلاء وتنعكس مطالبهم على الأطراف السياسية، لكن للأسف هذه المطالب أصبحت فقط للضغط السياسي وللحصول على مكاسب سياسية من الوزارات والمناصب، وبالتالي بعد ذلك يهمل الملف كما حصل منذ 8 أعوام ونحن مشكلة النزوح مستمرة. لذلك هذا التمثيل الوهمي وهذا التمثيل الضعيف في عرض هذه الأزمة التي تستمر منذ سنوات بالنهاية سيفقد هذا المكون وهذه الآلاف من النازحين، سيفقد ثقتهم بهذا النظام السياسي، سيفقد ثقتهم بممثليهم لأنه تمثيل وهمي ولا يعكس معاناتهم الحقيقية. لذلك هناك نوع من الفشل. نعول على الحكومة المقبلة في يعني حل هذه الأزمة، استخراج الأوراق الثبوتية؟ لا أعتقد ذلك. هناك يعني ملفات متعددة، يعني أصبح الملف النزوح ملف ربما درجة عاشرة لدى الحكومة. اهتمامات الحكومة. نعم. لذلك الأطراف السياسية لا آخر ما تفكر به هو النازحين والتخفيف من معاناتهم. وسنشهد ربما يعني أزمات متفاقمة ليس فقط على مستوى النزوح. هناك أزمات مؤجلة يعني ستنفتح وتتعقد وتتصاعد مع كل أزمة سياسية تحدث إلى أن نصل إلى مرحلة ربما فشل الدولة. لأن هذه الأزمات المتراكمة وعدم حلها ككرة الثلج تكبر في النهاية حتى الدولة تعجز عن حلها. وخاصة إذا ما يعني تغيرت أسعار النفط هنا، يعني تلك الأزمات ومن بينها أزمة النزوح يعني ما يجعل هذه الحكومة وهذا النظام السياسي يستمر هو النفط. عندما تتراجع أسعار النفط وتفقد الدولة القدرة على منح المرتبات واستمرار هذه المؤسسات سينهار كل شيء وتخرج جميع المشاكل وربما تدفع الحكومة لسياقات يعني تدفع يعني للامركزية أو تفعيل شيء من الفيدراليات، لأنها لن تستطيع لاحقا أن تقوم برعاية جميع المواطنين. أستاذ ضياء، أكو تناقض في تصرفات الحكومات المتعاقبة فيما يخص النازحين. يعني أعطيك مثلا تصرفا واحدا، وزارة الهجرة والمهجرين مصرة على إعادة النازحين لمناطقهم قسريا، وفي نفس الوقت تمنعهم من استخراج وثائقهم الثبوتية. كيف يستقيم ذلك أستاذ ضياء؟ هي هذه المتناقضات الموجودة من هذه المؤسسات والتصريحات بعض الوزراء على إعادة النازحين قصرا من المخيمات بدون الثبوتية وبدون الإعمار المناطق الذي دمرت من قبل الحرب التي حدثت في العراق. يعني هذه العملية ما أعرف كيف يتصرفون هؤلاء الأشخاص. يعني يا أخي أسجل، يا أخي أنا ما عندي أوراق، كيف أطلع من هون؟ يعني كيف أخرج من هذه المنطقة وأسافر إلى منطقة أخرى؟ يعني أنت يعني قاعد، يعني القضية هي حقوقية، القضية هي مشروعة. أعطينا أوراق الثبوتية، أنا ما أبقى هنا، راح أدبر حالي. بس هم الأوراق الثبوتية لحد الآن لا يعطوها، لا يمتلكها المواطن المهجر. وهذه الأوراق الثبوتية يعني حقيقة مناطق جرف الصخر ممنوع عليهم أن يدخلوا مناطق جرف الصخر. يعني كيف أنا أدخل إلى هذه المنطقة وانت مانعني من الدخول من عندها؟ يعني وين ابقى؟ يعني حقيقه الامر ليست الامر بهذه البساطه كما يتحدثون البقيه. ليست الحل الامر بقرار حكومي او بقرار وزاري. حل الامر حينما تدرس هذا الموضوع وتجد النتائج
والحلول في هذه الموضع مع المواطنين المهجرين، ليست الموضوع هو قرار سياسي أو قرار ميليشياوي حتى ينتهي الأمر. الموضوع هو موضوع الدولة إذا كانت دولة موجودة، بس بالحقيقة لا توجد دولة بالعراق إطلاقا. هو أستاذ ضياء، هي حلقات متسلسلة، إذا كانت الحكومة أو المسيطرين على السلطة الآن في البلاد أستاذ ضياء تريد إرجاع النازحين، لابد من وجود أوراق ثبوتية حتى يثبتون أملاكهم للبيوت. تعتقد أن عدم منح الأوراق الثبوتية وأن النازحين ربما يمنعون من العودة إلى مناطقهم، تعتقد أن الغاية هو تغيير ديموغرافي لهذه المناطق أستاذ ضياء؟ بالتأكيد، لأنه أنا إذا ما عندي الأوراق، أخي مسألة طبيعية، أنا إذا ما عندي الأوراق الثبوتية أنه شخصا أن هذه أحمل هذه الوثيقة، لا يمكن أن أثبت أملاكي الموجودة التي نزحت، إذا كان دارة وإذا كان فستانة وإذا كان أي شيء آخر لا يمكن أن أثبتها، لأنه أوراق الثبوتية هي تعتمد لأن متعلقة، يعني من يخرجوني من المخيمات بالإجبار وبالكره، يعني معناتها أنا فاقد كل شيء، يعني يفقدون كل شيء، وهذه الفقدان كل شيء معناتها فيها ناس، ومخطط جديد هو التبديل الديموغرافي، إسكان في هذه المناطق الذي لا يملكها أحد، حسب ما راح يدعون هذا البيت خلاص انتهى أهله وانتهت العائلة، وأي واحد هم راح يوزعوها الميليشيات حسب ما يرتؤون، وهذه هي المشكلة، وهذه هي المشكلة الكبيرة. الأوراق الثبوتية هي تثبت ملكيتك وتثبت وجودك بهذه المنطقة، بهذه القرية، بهذه الناحية، بهذه المحافظة. إذا لا توجد هذه الأوراق، يعني أنت شخص غير موجود، يعني أنت رقم، والرقم معناته لا، يعني لا في التعليم ولا في العمل ولا في أي شيء، حتى مؤسسات الدولة وحتى في العمل الخاص لا يمكن أن تعمل. أستاذ مجاهد، عدم حصول النازحين على الأوراق الثبوتية يكرس التقسيم الطائفي والتهميش لمكون معين؟ يعني في الحقيقة ليس فقط تكريس طائفي أو تهميش، هو يقول له أنت لا شيء. نعم. يعني كما تفضل ضيفك الكريم في عندما قال بأن الأوراق الثبوتية هي رقم، الإجراءات الإدارية للدولة تتعامل مع كل إنسان كملف. نعم. كرقم هوية، كرقم جنسية، لذلك هي تتعامل معه وفق هذا السياق. غياب هذه الأوراق الثبوتية أو عدم منحها وعدم تجديدها، نعم، ويعني يجعل هذا المواطن كأزمة، يخلق أزمة جديدة مشابهة للأزمة مثلا في الكويت، هناك أزمة تسمى بالبدون، بدون جنسية. هناك يعني حاله حال الذين، هناك بعض الدول تجري بعض العقوبات على من تتهمه بالخيانة العظمى وتقوم بسحب الجنسية، فيصبح لا شيء في الدولة، يعني لا يستطيع، ليس لديه خدمات صحية، ليس لديه عمل، ليس لديه حساب بنكي، ليس لديه تعليم، هو لا شيء، خارج مظلة الدولة تماما. لذلك هذا المواطن عندما لا يمنح هذه الأوراق، ليس فقط أنه يعني يدفع باتجاه تكريس طائفية معينة أو تهميش معين، هو يقول له أنت لا شيء، لست موجود في الدولة، أنت أكثر من المشرد. يعني إضافة إلى أن هذه المخيمات هي عبارة عن سجن كبير، يعني أنت تعلم في العراق لدينا مئات المفارز الأمنية، وكل مفرزة تسألك أين هويتك ومن أين أنت، كيف يتنقل هذا النازح، كيف يعمل، كيف يعيل عائلته، كيف يتم تسجيل أولاده في المدارس. هناك مشاكل كبيرة جدا، وهذه إحدى أهم المشاكل التي يجب أن تعالج. نعم. لكي يعاد تأهيل النازحين وإعادة دمجهم في المجتمع. هناك أزمات تتعلق بالنزوح، أزمات. نعم. وصدمات نفسية، أزمات اجتماعية وسياسية، وحتى الأطفال، يعني عندما يكبر ما عنده ولاء للوطن، بالنسبة للنازحين ما عنده ولاء للوطن، لأنه تربى في سجن منعزل أستاذ مجاهد. أكيد. نعم. يعني هذا، يعني هذه المشاكل ربما الآن، يعني أحد التقارير الدولية التي قرأتها يتحدث عن أن العراق بمجتمعاته يحتاج إلى علاج نفسي. نعم. لا يتحدث هنا عن شخص وشخصين أو عائلة أو عائلة. لا. نعم. هناك مجتمع كامل يجب أن يعالج نفسيا، هناك أمراض
اجتماعية ونفسية وصدمات ولدتها هذه الظروف والحروب. نعم. لذلك خاصة الأطفال. نعم. يعني نعم. أزمات الطفولة هنا، يعني هذه الأزمات السياسية والحرب تؤثر بالطفل أكثر مما تؤثر بالأعمار الكبيرة والشباب. نعم. لذلك يعني هنا الدولة يقع على عاتقها الكثير، لكن للأسف الجهات السياسية المتحكمة في هذه السلطة، الملف النازحين ملف مهمل، ملف من الدرجة العاشرة، لا يفتح إلا بمسارات مكاسب سياسية وابتزاز، لا يتعاملون مع هذا الملف بإنسانية وإنما بسياق المصلحة السياسية. قبل أن ننتقل إلى الأستاذ ضياء الشمري، مستمرون طبعا معكم في هذه التغطية، نتوقف الآن نتابع انفوجراف يظهر أبرز ما أورده المجلس النرويجي للاجئين بشأن حالات الصدمة والخوف وأيضا الأزمات النفسية التي تفضل بها الأستاذ مجاهد الطائي، وذلك الذي أصاب ثلث أطفال العراق، وذلك بسبب النزوح المتكرر لهذه الفئة. أستاذ ضياء، المجلس النرويجي للاجئين بحسب ما أورده في هذا الانفوجراف يقول بأنه عملية النزوح المتكرر تسبب حالات الصدمة والخوف لدى ثلث أطفال العراق، وذلك كما ذكرت من أجل أو نتيجة النزوح المتكرر، حتى أن بعضهم يعاني من أزمات نفسية حادة يصل إلى الرهاب الاجتماعي. كيف يمكن تخليص الأطفال من هذه الصدمات المتكررة والخوف أستاذ ضياء؟ ما المطلوب؟ المطلوب حقيقة أهم وثيقة يملكها الشخص حتى إثبات وجوده هي الوثائق اللي يطالبون بها المواطنين. هذه من الأشياء المهمة جدا حتى تثبت نفسك أنت هذا الشخص في المجتمع مالتك، في الدوائر، في كل شيء. الحالة النفسية الذي يعانون منها الأطفال والشباب في الوقت الحاضر معاناة يعني حقيقة لا يمكن أن توصف إلا الذي يملك هذه الحالة. الحالات الإنسانية الموجودة هي تتعلق بأوراق الثبوتية. أوراق الثبوتية من الأوراق المهمة جدا في حياة الإنسان، في كل شيء في حياة الإنسان. لكن في الوقت الحاضر إنه الحكومة العراقية متماهلة بهذا الموضوع، وهي متقصدة أو متعمدة، أنا أقول متعمدة 100% بهذا الموضوع. لو كانت هو الحل الأول والأخير بيد الحكومة العراقية وإثبات هذه الوثائق البسيطة المهمة للمجتمع، ممكن أن تثبتها وتحل هذه المشكلة بأبسط الطرق. لأنه حقيقة المجتمع في هذه الحالات عنده حالات نفسية، حالات مهمة، لأنه لا يعرف هو كيف مستقبله. المستقبل بالنسبة لهم مبهم، الحياة بالنسبة لهم مبهمة، كشخص كإنسان يعيش على هذه الرقعة من المجتمع في أرضه، ولا يملك أنه ممكن أن يثبت هو هذا، هو نفس هذا الشخص. يعني حقيقة المشكلة معقدة جدا، ويجب على الحكومة العراقية والمنظمات المجتمع المدني والمنظمات على ذكر المنظمات أستاذ ضياء، على ذكر المنظمات، جينين بلاس خارت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق
عندما تحصل هناك أزمة سياسية تلتقي بأحزاب السلطة ورؤوس هذه الأحزاب، لكن أين دور بعثة الأمم المتحدة وبعثتها في العراق في ملف النازحين في العراق؟ هي غائبة تماما. حقيقة هذا الكلام صحيح. نعم. أنها الأمم المتحدة غائبة لأسباب سياسية تتعلق بالدول المحتلة العراق. العراق صاير يعني وسط في المفاوضات الدولية التي تحدث في العالم، يعني المفاوضات على المفاعل الإيرانية، على المسائل النفط، على مسائل الاقتصادية. العراق من البلدان المهمة في هذا العالم. العراق ليست بلد صغير، العراق ليست بلد مهمش، ولكن في الوقت الحاضر الطبقة السياسية في العالم هي تتحكم في هذه الأمر. إذا أرادوا أن يحلون أزمة العراق ممكن يحلون أزمة العراق بأقصر ما يمكن، بأقصر مما نتوقع، لكن هم لا يرغبون بحل هذه المشكلة لضغوط سياسية على جهة معينة، على 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 دول معينة. لهذه الأسباب كلها تتعلق في أمور العراق. الأمر العراق بالوقت الحاضر ليست أمر يخص العراق بحت أو السياسة العراقية بحت، وإنما أمر دولي يتعلق. والأمم المتحدة، نحن نعلم أنه الأمم المتحدة المسيطر على الأمم المتحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، تفعل بما تريد، وهي قاعد تفاوض إيران على المفاعل النووية وكيفية حل هذا الطريق. وهذه أيضا جزء من المشكلة الذي وقع فيها العراق، لأنه هو من الدول المجاورة. طيب لإيران ودول الأطراف. أستاذ ضياء، بقيت لدينا 3 دقائق، أمنحكم فيها دقيقة. ما المطلوب من الجهات ذات العلاقة إذا ما تحدثنا عن وفتحنا نافذة الحلول؟ ما المطلوب من قبل الجهات ذات العلاقة في إنهاء أزمة الأوراق الثبوتية للنازحين؟ يعني من أين تنطلق الحلول؟ الحلول تنطلق هي إرادة الحكومة العراقية، إرادة السلطة العراقية إذا كانت هنالك سلطة، إرادة الوزارة العراقية، إرادة رئيس الوزراء، إرادة رئيس الجمهورية في حل هذه المشكلة ممكن حلها. ولكن إذا تبقى هذه المشكلة متعلقة بيد الميليشيات ومتعلقة بالسياسات الخارجية، أقصد فيها إيران، إذن المشكلة تتعلق بأمور أخرى ثانوية لا يمكن حلها في مجال الدولة، وإنما يجب على المجتمع الدولي. نعم. أن يتدخل تدخل مباشر في حل هذه الأزمة. أستاذ مجاهد، هل الحل عودة النازحين أولاً واستخراج الأوراق الثبوتية، أم أنهم في داخل مخيماتهم تقوم السلطات ذات العلاقة باستخراج الأوراق الثبوتية ومن ثم عودتهم إلى مناطق؟ ما الحل برأيكم؟ يعني أعتقد أن هذه يعني جميع، هناك لو أردنا الحلول هناك عشرات الحلول ممكن أن تطرح. نعم. لكن هناك ليس هناك إرادة سياسية لتقديم هذا الحل أو ذاك. لذلك جميع هذه الجهات تستخدم المزاجية، المصالح السياسية. نعم. الرغبة والرغبة بالانتقام، الرغبة بالمساعدة. لذلك هناك نوع من التناقضات. نعم. كل جهة وكل يعني محافظة تتعامل مع الملف بطريقة مختلفة. نعم. يعني من الممكن أن تقوم الدولة ب يعني مؤسسات الحكومة في المحافظة بالسعي والذهاب إلى هؤلاء النازحين واستخراج أوراقهم. هناك مناطق مغفلة بيد بعض الميليشيات وتمنع العودة، تمنع عودة أهاليهم إليها. لذلك عندما يذهبون لاستخراج أوراقهم يتعرضون للاعتقال وربما القتل. لذلك هناك يعني كل محافظة وكل منطقة يجب أن يتم التعامل معها بسياق مختلف إذا ما أردنا التعامل مع الأمر الواقع حاليا، بوجود الميليشيات، بوجود هذا الفساد، بوجود هذا الإهمال من قبل السلطات. لذلك هناك حلول كثيرة، لكن جميع الحلول تتطلب إرادة سياسية. نعم. لكي يتم حل الملف. الأستاذ مجاهد الطائي، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله. وتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، حدثنا عبر سكايب من ستوكهولم. شكرا جزيلا أستاذ ضياء. حياك الله. ومشاهدين الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.